أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، بقلوب عامرة بالإيمان وراضية بقضاء الله وقدره. وصلنا خبر وفاة الرجل الأصيل والخلوق الشيخ عبد الله المقدم، وبهذا المصاب أتقدم لأهله وأسرته بأخلص وأعمق التعازي والمواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ادعوا له بالرحمة والمغفرة في التعليقات. حزن كبير اليوم في سلطنة عمان. الكثير من المغردون على موقع إكس قاموا بنشر التعازي لأسرة الفقيد.